هذا وجدد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بمطالبته بالحصول على أسلحة ثقيلة لمساعدة بلاده في مواجهة روسيا، وذلك في بداية مباحثات مع نظرائه من دول حلف الشمال الأطلسي. ووصف كوليبا أجندته في اجتماع بروكسل اليوم الخميس قائلا إنها الأسلحة، مكررا الكلمة عدة مرات، وأضاف أن أفضل طريقة لمساعدة أوكرانيا هي تزويدها بكل ما تحتاجه لإيقاف الجيش الروسي على حد وصفه.